تمديد الشبكه الكهربائيه 40,521,150,000 اللي كسب هذا الرهان هذا رهان للتحرير. بمناسبه عيد الشباب المجيد اللي كنتمنوا كل الصحه والعافيه وطول العمر والنصر وتأييد صاحب الجلاله الملك محمد صلى الله عليه وسلم. والله اليوم كان حضور ديال السيد العام العام تنس قنيت بلول بالتراب ديال جماعه القليعه، لطالما كان الحضور في مثل هذه المناسبات هذه لاعطاء انطلاقه لواحد المجموعه ديال الاشغال وكذلك زياره واحد المجموعه ديال الاوراش. اليوم كانت بدايه الشطر الاول اعطاء انطلاقه ديال تهيئه الطرقات الداخليه بتراب الجماعه القليعه اللي غادي يعرف كذلك الانطلاقه ديال الشطر الثاني بعد شهرين من اليوم ان شاء الله. هذه الطرق الداخليه اللي كانت لطالما كانت من طبيعه الحال مطلب ديال الساكنه القليعه، اليوم هذا المشروع هذا يرى النور، هو في اطار اتفاقيه سياسه المدينه اللي كيدخل كذلك واحد الاطار ديال الاتفاقيه ديال البي دي اي ديال تنميه برنامج تنميه عماله تين زكان اي تملول. كذلك كاين واحد حجر الاساس ديال المركز الثقافي، هاد اللبنه الثقافيه، هاد البنيه الاساسيه، هاد الاضافه في هاد المجال هذا الثقافي اللي نفتخر بهاد المعلمه هذه انها تتبنى على مستوى جامعه القليعه اللي كتفتقر لها وكيحتاجها الشباب اللي هي منذ سنوات وكتمتاز واحد القاعه اللي كتضم واحد 540 كرسي وكذلك واحد مجموعه ديال القاعات اخرى متعدده التخصصات. كانت الوصيه ديال التعليمات ديال السيد عامل عام تنس قال لي اسم له اليوم انه القاعات الاخرى تستغل كمنصه ديال الشباب، كمنصه لتفريغ الشركات الصغرى، وهذا اللي غادي نقوموا به كذلك اللي نساهموا في تنميه المدينه هذه ونساهموا كذلك في خلق فرص الشغل بالنسبه للشباب. اليوم كذلك كاين اعطاء مفاتيح ديال مجموعه ديال الاليات في مجموعه ديال القطاعات لتجويد الخدمات ديال جامعه القليعه كذلك وتحسين ظروف العيش الكريم بالنسبه للمواطن القليعه. كاين قطاع النظافه اللي كاين واحد 5 ديال الشاحنات وجرافه، وكاين كذلك في المجال الصحي كاين تسليم ديال سياره دي اسعاف مجهزه كامل التجهيزات ديالها، كذلك كاين القطاع ديال الشرطه الاداريه اللي مطلب ديال عدد المواطنين ديال الاخلاء الملك العام اللي يحتل دون سند قانوني اللي غادي نشتغلوا في هذا المجال هذا. اذا بهذه المناسبه هذه كنشكروا السيد عامل العام تنس قنيت من الحضور ديالو لجامعه القلاع واعطاء ديالو انطلاقه لهذه الاوراش هذه، وكذلك هذه المناسبه هذه ديال عيد الشباب اللي كنتمنوا الصحه والعافيه وطول العمر والنصر والتأييد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ان شاء الله.